وللحديث عن ازمه هجره الكفاءات العراقيه من البلاد ومسؤوليه الاحزاب الحاكمه عنها ينضم الينا عبر سكايب من لندن الاكاديمي واستاذ العلاقات الدوليه الدكتور نعمه الراوي، مرحبا بك معنا. اهلا وسهلا بك خزكي. دكتور عندما نقرا ان 99% من الشباب في العراق لهم رغبه في الهجره ومغادره البلاد بحسب تقارير منها موقع انسايد ارابيا الامريكي. وفي الحقيقه هذه نسبه كبيره جدا والبطاله واوضاع الشباب بصفه عامه كلها مؤشرات خطيره اهلا وسهلا بك اخي الكريم ومشاهدي الرافدين الاعزاء الحقيقه انه بعد 2003 ومجيء المجرمين لحكم العراق صارت كارثه في العراق اخي بمعنى الكلمه كارثه التعليم اصبح من المنسي ليس لهم ليش لان هؤلاء كلهم جهله اللي اجوا بعد 2003 جهله ليس لديهم شهادات ليس لهم امكانيات علميه ليس لهم درايه بالتدريس ليس لهم درايه بالتعليم ولذلك انه اصبح الهم الاكبر على التعليم ولذلك انه اصبح المواطن المتعلم يبحث عن فرصه عمل حتى يعيل نعم. بها نفسه واهله لكن لما ما يجد هذه الفرصه فيبدا يقوم يشبث بالخروج باي مجال حتى يخرج الى الخارج. اعطيك نعم. مثل اخي الكريم، كان البلد ماخذ التعليم قبل 2003 الحكومات المتعاقبه قبل 2003 قبل الكارثه اللي حلت على العراق بعد 2003 كان نعم. العراق من الدول المتقدمه اللي نعم. لها باع في التعليم كان لها أعطيك مثل أنا نفسي أنا نعم ذهبت 1988 ولو يمكن ذاكر هذا في قناتكم الموقرة قبل مدة ما أدري ما ذكر ما 1988 إحنا كنا في بريطانيا في جامعة واحدة جامعة واحدة أربعين طالب مهم. ماجستير ودكتوراه نعم. ماجستير ودكتوراه هذا في عام 88 ولكن نحن الان استاذ دكتور نعمه نحن الان في 2022 والحكومات ما تزال التنطيق لا لانه انا افهم لك نعم ضيق الوقت هو الذي دفعني للسؤال الحكومات منذ, نعم منذ منذ اكثر من يعني منذ قرابه 20 عام تعد بتنميه البلاد بالنهوض بالواقع بالقضاء على البطاله الى اخره ولكن العكس هو الذي يحصل استاذ الكريم اذا ما عنده واحد يعني الف باء بالتعليم بالسياسه بالاقتصاد بالهندسه كيف يبني بلد؟ كيف يوفر وظائف؟ كيف؟ شلون يعني؟ خاصه التعليم، التعليم يريد اسس مثل البناء مثل الاسمنت انه الجامعه لازم تكون بها علماء لازم تكون بها اساتذه فاهمين مدركين كل من يعرف وظيفته وكل من يعرف نعم. واجبه اما في الجامعات اصدقائي يقولون انه العمايم هي اللي اصبحت تقول لفلان اذهب لهذا التدريس ودرس كذا وما ادري شو متى كان العراق نعم. هكذا متى تريد انه يصبح العراق له باع في التعليم وانما في الحضيض للاسف شكرا هذا. لك دكتور نعم الراوي اشكرك جزيلا واعتذر للمقاطعه الاكاديميه واستاذ العلاقات الدوليه من لندن شكرا لك